طفت سيارة خالي في وسط الهدى والجو ظلام ما تشوف أي حاجة. قاعد يمشي ويمشي وسمع أصوات غريبة وهو خايف من هذه الأصوات. يا أمي أصوات ما هو. أصبر دحين بقول لك. خالي سمع صوت جني. جني؟ إيوة جني. ولحق الجني ورا خالي وقاعد يجري خالي والجني يجري وراه وخالي يجري والجني يجري وراه. أقول لا تفك علينا مسوي فيها أكشن ورع. تكفى يا عامر لا تطريهم يجون ترى. أسلوب تخويف هو حركات مبزلة ما نبي. أوكي وأنت قاعد خالي يمشي قاعد خالي يمشي لا تفك علينا تفهم ولا لا؟ مع السلامة. تعال وين رايح؟ أبو روح بيتنا وين بروح؟ أوكي وجن ما في جن تفهم أنت ويا ولا لا؟ كره. أجل ما في جن يا ورع ها؟ يكون في علمك تراني قاعد معكم ومستمتع بالقصة اللي يقولها شكش بس صراحة زاد فيها ونصب عليكم. ويكون في علمك ترى الجن اللي مسك خاله شكش جدي محروس الله يرحمه بس صراحة زعلتني منك داخل علينا مدرعم لمحايتي وزر ورع. ناظرني ورا ما تناظرني ناظرني انت مناظر ها؟ طيب خايف يا ورع؟ خلاص آخر مرة والله صدقت. حرك السيارة لا حرك هلك بسرعة حرك. وين؟ أبغى أروح أنا وياك مشوار فيه رجاجين وفيه ناس ما أبغى أشوف شكلك كذا أبغى أشوف شكلك رجل. طيب قال إيه؟ قال ما في جن. حرك. تفضل ما احنا لاخوانك. يا هلا يا هلا ومرحبا يا هلا هلا وسهلا. ياسر ايش جابك هنا تعرفهم؟ خويك صح؟ ايه خوي قلب قطو والحين اعرس. تحداني اصير كفته؟ ما اتحداك لا. قلت حداك شيك مفهي انت يا اخوي. امشي يا اخوي امشي يا اخوي خليك رجال خليك رجال امشي. ما شاء الله جايبين بنوره. هي أبو نورة والأسبوع اللي راح رابح
تو الحفلة تبدأ. اي بس انا بروح عند امي. رجعنا لامك. امشي امشي يا ورع انت والله العظيم. كل ما قفيت ناداني تعال، كل ما قبلت عزم بالرحيل. الحقيقة غدت مثل الخيال، هو عدوي وهو أوفى خيال. عاد عرفت المكان، سير علينا ها؟ يلا فرصة سعيدة، أنا بجيك بكرة. لا 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 تجيني، أنا إذا بغيتك أجيك. ما يحتاج تجي، أنا أجيك في أي مكان. ناسي إن صرنا أصدقاء ذا الحين. إي صح أصدقاء. مع السلامة يا صديقي. مع السلامة. وقف وقف يا ورع، أباك موضوع مهم. وقف سلام يا ورع. أنت وش تبي فيني؟ وش تبي فيني كل شوي طالع لي بشكل؟ أبعرفك على نفسي، أنا مداح جني محترم، شفتك في استراحتنا مع ممنو، حبيت أنصحك منه. ليش وش فيه؟ وش ما فيه؟ تعرف على واحد من الإنس عمل له مشاكل مع أصحابه ومع أهله لين دخل السجن. ممون؟ ممون هذا نكبة. بتشوف، لا تسمع، لا ترى، لا تتكلم، فهمت؟ أبس لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أبشر أبشر يمه، حب بخاري مع الرز. إيه عارف المطعم اللي يحب أبوي. مع السلامة. سلام يا عيال. عليكم السلام ورحمة الله. فاتك يا عامر أمس شكش كمل قصة خاله مع الجن يوم قابله في جبال الهدى. ياسر فكك منه، أصلاً مو مصدق. يا عيال فكونا من ذي السالفة، خلونا نتابع مباراة. يا ترى توقعاتك إيه لمباراة النهاردة؟ تتوقع المدرب هيصر على نفس التشكيل اللي ظهر بيه في المباراة اللي فاتت ولا هيغير؟ وخصوصاً إنه ظهر بشكل سيء جداً في المباراة اللي فاتت. في الحقيقة من الضروري اللي ينتبه لنفسه واللي سواه قبل، لأن لو أستمر في اعتقاده هذا راح يدفع الثمن غالي. والله كلام المحلل الرياضي في محله، المدرب سباك، مستحيل يتخلى عن قناعاته الغبية. بشي بشي تفضل. هنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبي حب بخاري مع الرز وأربع لبن. عندنا عصيرات طازة هتعجبك قوي. أما عاد هم ليه؟ عطنا المنيو. تفضل يا باشا. عطنا عصير توب. خذ لك عصير جزر يا بزر عشان يقوي ضرك. وش عندك أنت ناشب لي بكل مكان؟ يا ولد دخلص علينا، أنا بنطلب يا ولد. طيب أصبر يا أخي، أنت ما تفهم، قاعد تتكلم مع الرجال. إيه هتوقف النحل كتير، يلا روح شوف طلبة يلا. ها
أنت وش عندك هنا؟ روق يا ولد روق، ما قلت لك أسحب عليه؟ وش أسوي؟ أسحب عليه يطلع لي في كل مكان. حرك حرك يا ولد حرك سرعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا. سمي با عسى جبت من المطعم اللي انا احبه. عفو عليك بس احلى حب بخاري مع الرز. يعطيك العافيه ولدي. يلا اجلس اجلس. عنس عنس يما. يلا بسم الله. معليش باقي الدجاج معوضين. جايبين لنا تراب وعظام يا دليل الحياة. وش ذا؟ انت ما تستحي على وجهك؟ والله كانت حبة دجاج مع الرز ممنون هو السبب. وش مجنون وممنون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أقوم أسوي لك تونة. تعال يا دليل أسوي شيء أبد ولا أنا مسوي شيء خلاص. ما أنت بصاحي فيك بلا؟ ما شاء الله ما شاء الله. تلعب البلاي ستيشن حقي بعد يا ورع. حركات المبزرة ذي بطلها، وإذا أنت رجال وقف لي. يا أخوي أنا ماني رجال، أنا جني. يا رجال. عمر عمر وش ملعبك تطط وتكابس هبلت انت؟ لا عاد انت زودتها. والله بخليك والله بخليك. عجيب والله عجيب. ابوي لا جني اذهب عن وجهي اذهب. يا اخي ثور بذر في احد يحمل ابوه بهالاسلوب ذا؟ احسبه انت. لا 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 اي تحسبه انا؟ لا مو بكل شيء يصير تحسبه انا اللي مسويه. ركز ركز يا عامر ركز. ترى الدعوه ما هي بها اللي تبي. ابشر ابشر ابركز ابركز. أرخي شباك افتح كبوت يا ورع. شغل شفت كيف خويك ممنون خطالك شحن بطارية توصيني بشيء؟ سلامتك. الله يستر عليك. عبي بنزين فل اخضر يا صديق طقه واحده. طيب هلا ياسر. لا ما في شيء بس متقروش شوي. اوكي اوكي خلاص. الجوال
كيفك تزرفني؟ تحسب ما في حكومة ما في شرطة؟ الحين أسلمك يا ورع. وش تبي مني أنت؟ وش تبي مني؟ أبيك تصير رجال يا ورع، خذ جوالك خذ. نبني سيارتك؟ الهلي يا يا مرحب. ولد وش الصيدة؟ سلام يا عيال، هذه السيارة يبغالها تفكيك سريع سريع، قطعة صامولة مسمار ما تبقوا فيها ولا حاجة. يا عيال يا عيال، ذي سباينة عندي عندي في ذمتي التشالح، انهم يدورونها طوارة. هات يا حبيبي هات، بس لا تنسى انت هو السيارة انا اللي جبتها، يعني نسبتها الكبيرة لي حقي. ليش تضرب؟ ليش تمد يدك؟ يعني عشان قلت لك النسبة الكبيرة لي؟ اركض اركض، لا ما انت تدعيك، بس ما انت تدعيك انت. نزل يدك. وي وش ذاك انت؟ وش ذاك يا اخي؟ ما مديت يدي عليك، مجنون انت؟ وش ذاكم يا عيال؟ ليش مديتك؟ لا تتبلى علي، ما مديت يدك. خلاص خلاص خلاص، هدوا 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 هدوا، ورعان انتم ورعان، تهاوشون عشان سيارة، عشان سيارة، عشان سيارة، عشان سيارة، عشان سيارة تهاوشون. عيب عيب، ما يصير يا شباب. اتفاهدوا عشان سيارة، عشان سيارة. صب صب يا ورع، عيال عم تهاوشون، وش خليتوا المبزرة انت؟ عيال عم وعيال خالة وبعد، ويفركوا هلي والتشريح، والله عيب. يا عمي ذبح أمنا، امتحنا حسودي وينافخ ويتفلت ومخرب أم الهرجة والاتفاقات. أقول لك ولا ذبح أعتذر من دعمك. أبشر يا عم، حصل خير. أعتذر من دعمك الثاني. حصل خير. يلا هنستاذن. والله ما تروح يا عم، نبغى نعشيك الليلة، تكفى. وش عشاكم؟ اللي تطلب اللي تامر، أبشر. عشا؟ والله بين عليك من كابك وطقمك إنك تبي سمك. ها أقول كل تبن. أنا أشهد إن الرجال علومه طيبة. قليل الوقت ذا تحصل أمثاله، كفو شهم. يا عيال ترى ما عرفنا ذا، من هو؟ يا ابني احمد ربك إنه دخل علينا ولا كانت ذابحنا. يا عيال الهل الهل. هلا ياسر يا اخوي، وينك انت؟ قايل لك منك بعجل علي. وين ديساين ريال؟ اصبر انت، ما تشوف سيارتي انزرفت؟ خلاص بعطيك اياها. راح اخلص اخلص بسرعه. اتحداك الجن البطل. انتبه مرة ثانية يا ورع. كفو والله، تكفى يا مداح، وتكفى تهز الرجاجيل والجن بعد. فكني من ممنون. ما في حل الا تطنش. ان بديت تفك فيه بيجيك مرة ثانية وثالثة ورابعة، ويا مصيبة تبي تحصر قدامك اعرف انها منه. طنش تعش، فهمت يا ورع؟ فهمت فهمت. وين ديساين ريال؟ طيب طيب لا تنفخ. ما دام رجع الموتر ابشر بعزك، هذه 200 ريال، الباقي لك. شكرا. عفوا. لا والله بالهلي. يا عيال ذا ازعجنا بشخيره. يا ابوي شخيره دخل جوا راسي، خشم الفقي ذا يبغى له توضيب. العب 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 الحين تلقم. حريقه يا عيال، حريقه 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 يا عيال، حريقه. قم حريقه يا عامر، قم حريقه، قم بسرعه، يلا قم. طنش لا تفكر فيه، يجيك
طنش. ما هو؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وضعك دلوقتي مستقر، مع إن الحروق اللي جات لك كانت حروق خطيرة جدا، بس الحمد لله أيامه تتحسن. الحمد لله على السلامة يا دلخ. أنت وش جابك يا وجه النكبة؟ الحمد لله على السلامة يا عامر. طنش، لا تفكر فيه يجيك، لا تفكر فيه. شكل سالفة التطنيش ماشيتن عليه لا الحين. صدقك يا بداح بسرعة. أنت دلخ دلخ، أنت واقف وسط النار والجوال معك لين النار شبت فيك. دلخ، وش السالفة؟ أنتم مع بعض؟ حنا أخوان وأكثر من الأخوان. حنا واحد بعد. اركب هديتك. حنا شباب البوم. يا بنت يا مشاعر، يلا تأخرنا العيال. جاية. بسرعة بسرعة. طيب بسوي لك أشياءك. الشاي والقهوة هنا. حطيت. وبيالات. حطيت. عدتيهن. أيوة خلاص. خربت الدير بسرعة. برد عليك. مش فيه سنتي وراس كذا. وش ذا؟ إيش فيه؟ ترسة السكر. هذا شيرة مو هم شاهي. طب مو أنتوا قلتوا لي إنكم أنتوا تحبوا السكر زيادة؟ إيه بس هذا زيادة زيادة زيادة. ما تعرفين توزنين الشاهي؟ لا ما أعرف. أنت تعرف؟ إيه أعرف. طيب خلاص سوي بنفسك. لا يا شيخة وتستهبلين بعد. ملاحظة تاني مرة، لما عندك أي ملاحظة عليا يا ريت تقولها بأسلوب لطيف أحسن من كده. ما بقى الله يتعلميني الأسلوب ولا أدب. وش ذا الطلعة تأخرنا؟ ترى تونا بدري، شوف الساعة 7. لا يا شيخ، اليوم ويكند، تلقى ما في مكان الحين. طيب مو مشكلة، مر البقالة خلنا نشتري الأغراض. من جدك أنت؟ كلم كفتة وشوك وش يجيبونها. طيب. هلا شكوش، بالله وأنتم جايين اشتروا أغراض من البقالة. موية، ثلج، كيك، عصير، مكسرات. لا يا شيخ، ما بقل تقول لهم جيبوا الحاف ومخدة. كنسل كنسل، الحين مر البقالة ناخذ الأغراض اللي تبيها بسرعة وندزها. لا تأخر، عجل. يا شباب لا حد يتأخر، ها الأغراض كلها معنا، وأنا وياسر بنسبك ونفرش ونضبط الأمور. لا تأخرون. من جدك أنت؟ السلة فاضية. يلا يا أخوي تأخرنا العيال. مو هو بلازم مكسرات. أمش خذ أي شيء، خذ اي شيء يا ابن الحلال. امسك امش 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 امش. طب تب مويه. امش هذه مويه. امش معليش. اسفين يا حبيبي. سلم عليش، تبتسم بعد انت وجهك. ايش فيك وانا فوق؟ اسف وانا فوق. السياره الان بطلعها. ابشر. لا يا شيخ اسف، وين اصرفها ذي؟ اسف وين اصرفها؟ انت وش اللي حصل خير؟ حصل خير وانا اخوك خلاص اركب سيارتك. انت وش اللي تامر عليهم؟ وش اللي حصل خير وتامر؟ وش فيك انت يا برودك؟ تلطع الناس هنا، تسكر على الناس سياراتهم. وش فيك انت حبيبي؟ هدي هدي، السياره عليها الخشم، اطلعها الان ولا يهمك. انت شكلك مو شاب. خلاص طلع سيارتك وانا اخوك. طلع امشي امشي خلاص اركب. كذا زين يا شباب، كذا زين. ايوه تقول الله لا يستاهله. يا ربي ضحك السريع، موقف ذا ما انساه. عاد غريبه ما قد سواها. انا كمان استغربت بس قلت ايش بدا مشي. والله ضحك. كذا زين يا شباب. اي يا ابن الحلال زين ما شاء الله، بس انت اقعد اقعد. طب وراك ترفع صوتك انت، ترى طالعين نستانس ونستمتع. ها تتذكروا تركي نضيع جوال حقه؟ خالد زي تذكر انت تضيع عنه الرحلة.
تسلك لي انت تسلك لي، شوف الهوا شوف الهوا وشلون يضبط الشوي، وش فيك انت؟ خلنا عدل الموتر، شوف تركي ما شوف تركي، هذا اللي فالحين فيه. هذه الرحله دي يا قاتل، انا خلاص لما كلامي ما صدقتك. ايه انا ما صدقتك، بس يلا خلاص ما حد انا. والله ما تحب تنظف الغماره. اقول كذا ممتاز، لا يكثر بس لا يكثر. ها شفت ليفربول كيف؟ تكسير روز، ما في تكسير روز. والله ما توقعتها منه مره. يلا يا عيال خلونا نجهز العشاء يلا بسرعه. وش عشاء؟ تونا بدري يا ابن الحلال. تستهبل انت وجهك، يبي له ساعه ونص، وش فيك انت ما تفهم؟ ايه فقي، انت ايش مقرمشه كذا؟ اسكت اسكت خلاص. ايه وش اللي اسكت؟ جاي نستانس حنا، وين قدر الضغط؟ صارت كفته. يلا كفته. كنت جالس تاكل، قام جبت قدر الضغط، قام. قام يلا رح. الحين يا عيال تجيكم احلى كبسه، بس زي ما اتفقنا ياسر، علي الكبسه وعليك الشوي. تم. عطني عطني الملح، عطني الملح. الملح اتوقع يا عامر ان نسينا الملح. تستهبل انت وجهك، شو اسوي عشان الحين؟ عادي كل السعوديين لا طلعوا البر ينسون الملح. لا يا شيخ تنكت انت وجهك، تنكت. هذا لا تخرب الجلسه، ايش فيك؟ ترى نسي ملح، دحين كفته ينقز يجيب ملح. انا اللي الحين بنقز بروح بيتنا، والشرع علي اللي اطلع مع مبزره. الله يسعدك يا خالتي انك علمتيني الطبخ، ما كنت اعرف اسوي ولا حاجه. كل البنات كذا قبل الزواج، بس بعدين يتعلمون حبه حبه. المشكله اللي معقدني الجريش هذا، ماني عارفه اسويه بالمره. الجريش سهل، اعلمك مره ثانيه ولا يهمك. شكرا يا خالتي شكرا مره، والله ماني عارفه فين اودي جمايلك هذه. عامله ما تشوفين؟ كسرتي مواعين البيت كله. ما تستحين على وجهي سنتي، فشلتيني مع امي وابوي، انا بتعلمت. رفنا رفنا هدي رفنا. والله ما سويت شيء، طاحت مني بالغلط. وش فيكم على البنت؟ روعتوها خلاص انكسر الشر. ها عامر الغدا ما ابي، ما نمشتي. ليش؟ ما تفهمين انت؟ اقول لك ما نمشتي، بطني وجعني. عارف ليه بطنك توجعك؟ لأنك 24 ساعة معصب على اللي يسوى واللي ما يسوى. أرحمني وارحم صحتك وارحم نفسك. دكتورة أنتي دكتورة؟ أقول لا تتفلسفين علي، أبي أرتاح. تفهمين ولا ما تفهمين؟ لا ما أفهم وما راح أسيبك. أنت مريض واللي قاعد تسويه في نفسك وفي اللي حواليك غلط. اوعى تفتكر ان النرفزه بسبب القولون او بسبب ارتفاع ضغط الدم. لا، النرفزه هي اللي بتعمل كل الامراض دي مش العكس. طيب وشلون اتخلص من النرفزه؟ انا كذا ما اعرف، دمي حار. يا عامر اي كائن حي دمه حار. يعني انا كائن حي؟ اكيد طبعا يا عامر، بس المشكله اللي عندك ان انت بقيت مدمن على النرفزه، بقيت مدمن عصبيه. والحل؟ احنا عندنا ثلاث مراحل لعلاج الامراض اللي زي كده. اول مرحله منهم ان شاء الله هتكون مرحله المعايشه. وشلون يعني؟ شوف يا عامر، الأشخاص دي أنواع. أول نوع ناس عصبية جدا، تاني نوع ناس طبيعيين عادي خالص، تالت نوع بقى ناس بردة قوي. والمطلوب إنك هتختار واحد بقى من الناس البردة دي اللي أنا هعرضهم عليك، تمام؟ هتدفع عليه 5000 ريال تأمين. لو كتب عنك تقرير حلو يبقى أنت استحملته زي الفل وتعالجت، لو كتب عنك تقرير وحش يبقى هتضيع عليك 5000 ريال. عصام 26 سنة، بيحب يسمع فيروز، وأكلته المفضلة السيزر سلط. أما عاد سيزر سلط، غير غير ما بيه. يوسف 25 سنة، بيحب الرسم والتصوير، ورياضته المفضلة هي التزحلق على الجليد. خبل ذا، من وين أجيب له جليد بالرياض؟ غير غير. سامي 27 سنة، بيحب قراية الكتب، وأهم حاجة عنده يشرب القهوة وهي سخنة. إيه هذا هو لهم، خلاص جيب لي أبو قهوة. أهلا وسهلا ومرحبتين بعامر في بيت أخوك سامي. هنا مكان نومك ودورة المياه في الجهة المقابلة إذا احتجت. مشكور يا أخ سامي،
عاد انا ابى اخلي الشنطه عندك وبروح. وين؟ بروح الاستراحه. بس انت نسيت شغله مهمه جدا، انا مرافق معك ولازم اكون معك وين ما تروح. طب ما في مشكله، دزها مع الاستراحه. اسف، الان وقت نومي. أبوك الدجاجة في حد ينام الساعة 9 الحين، وش الصوات؟ تلقى العيال الحين طقينها بلاي ستيشن وتحديات وفلة وشاورما. خلنا نام بس. ارجع نام يا عامر. يا ليل الليل، وش نظامك انت عامر؟ لازم جسمك يستفيد من نوم الليل. نوم الليل فيه فوائد عظيمه. تراك اشغلتنا. التقييم يا عامر. طب عادي اروح دورة المياه علشان ارجع انام وجسمي يستفيد من نوم الليل. لا تتاخر. اصحى يا عامر. عامر حبيبي لازم تصحى. لا يمكن تكون انسان ايجابي وهادي وانت ما تفطر، عارف؟ الفطور اهم وجبه لجسم الانسان. طيب خلاص عرفنا. غيره؟ الزيتون هذا مليان معادن وفيتامينات تساعدك انك تكون انسان ريلاكس وهادي اعصابك. العسل هذا اللي يساعدك انك تكون انسان ايجابي محب للحياة، حاس باللحظة اللي انت فيها، انت فاضي للمشاكل والنرفزة والنفسنة. اللي قاعد تسويه في نفسك يا عامر كان غلط. يا اخي خلاص، انت ما تسكت، ما تعرف تاكل وانت ساكت، ما عودوك اهلك، بعدين من اليوم تطفح تطفح تطفح، ما شبعت. ظاهر انك يا عامر نسيت ان في تقييم. ها؟ انت اليوم معي عشان تتخلص من هالنرفزة اللي انت فيها. ابتسم. ابتسم الان مع الصباح الباكر. وريني ابتسامتك. خصم 10 نقاط يا عامر. طيب تدري 20 نقطة يا عامر. يا أخي خلاص خلاص، لا تصير بثر أنت. خصم 30 نقطة يا عامر. أخصم أخصم أم بغيت 100. يا الغالي، لنا ساعة جالسين هنا وأنا بديت أتوتر، ما تعودت أجلس مكان واحد فترة طويلة. عامر القهوة لها طقوس، استشعر طاقة المكان حولك، عيش اللحظة، حس بالقهوة، خلي الكافيين اللي في القهوة ياخذ مجراه في الجسم. معاملة هو ياخذ مجراه، مع ذلك أخذ مجراه، ثم ماذا؟ ما فهمتني يا عامر. محمود درويش الله يرحمه يقول: القهوة لا تشرب على عجل، القهوة أخت الوقت، تك 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 تشرب على مهل. يا حبيبي مباراة الهلال بتبدأ وانت تقول لي على مهل، خلنا نمشي. أها، يعني ذهنك مشغول.
وطالما ان ذهنك مشغول بهلال ونصر معناها ما راح تستشعر اللحظه، فخليني اروح مع قرارك نروح نشوف الهلال. يا ليت يلا امشي. وش ذا الدفاع الشوارع؟ وين البلاهي؟ وين الكوري؟ ورا ما يغطون؟ الله لا يلومهم، حمد الله ما شاء الله عليه فريق الحالي واحد قواه. كلام مفقع ولا هلال ولا بطيخ. حبيبي النصر في ارضكم وسط جمهوركم دقكم زي ما دقيناكم برضكم. اطلع منها يا الطحلبي، تفهم ولا ما تفهم؟ والله يا جماعه هدف ملعوب، هدف جميل جدا، واضح انهم متدربين عليها كويس. مدرب النصر اشتغل افضل من مدرب الهلال، لازم نقول كلمه الحق حتى لو خالف ذلك ميولنا. لا يا شيخ كلمه الحق ها، ورا ما تسكت انت بس ها. التقييم التقييم يا عامر. حمد الله لعب فيكم يا الطواقي، شوف دمعته شوف دمعته بيصيح بيصيح. يا رجال اسكت بس، لو ما انقطعت الكرة من البراك ما يجيبها. حمد الله سمعني صياحك وتحرم. الصراحة يا عامر حمد الله أقوى من رلاندينو وحتى أقوى من جوميز. وين حقكم الأسد هذا المختفي؟ اليوم ماله حس قلب سيمبا. ايه لا تغلط على عمك الزعيم يا رجال. لا تحمد، إن فازوا الملايين لهم وإن خسروا ما هو بمحرق أعصاب ولا أنت. النصر اليوم كان أفضل، الكورة فوز وخسارة. خذ عندك مثال، حمد الله هذا لاعب من طراز عالمي نادرا ما شاهدته في ملاعبنا. لازم تعترف بهالحقيقة يا عامر، النصر كان أفضل من الهلال. لازم تقول له مبروك، تحلى بالروح الرياضية. هذا لك يا عامر. تقييم يا عامر زي ما انت شايف يا دكتور، المرحلة الأولى من العلاج فشلت وأنا ضحيت بالخمس آلاف لأني ما قدرت أتحمل. للأسف واضح واضح يا عامر. عطنا المرحلة الثانية. شوف يا عامر، المرحلة الثانية دي أنا هديك حقنة، الحقنة دي هتزود عندك هرمون البروليتا. الهرمون ده لما يزيد هيخليك هادي جدا وعمرك ما هتتعصب أبدا. الله يهديك يا دكتور، وأنا ما عطيتني ذا المرحلة من زمان، وشو لا تخليني أستأثم ذا الرجال. بس خلي بالك المرحلة دي بقى هتكلفك 15,000 ريال. الحمد لله على السلامة يا جميل. الله يسلمك يا دكتور. شوف يا عامر، أنا كنت عايز أصرحك بحاجة بسيطة خالص، مفيش حاجة اسمها هرمون البروليتا ده أصلا، إحنا ركبنا لك شريحة كهربائية في ظهرك عشان أول ما تتعصب تشتغل الشريحة تكهربك غصب عنك تهدى. يعني كذبت عليا؟ الله يهديس بس ثاني مرة انتبهي اغرفي بشويش. غريبة ما عصبت، ايش الهدوء اللي نزل عليك فجأة ده؟ ليش؟ هذه شريحة حاطة الدكتور في ظهري، اذا تنرفزت اتكهرب وانصر عليكم. والله صراحة هذا الدكتور مرة ذكي، اهني انا الشريحة. اسكتي يا بنت، الولد مو ناقص. وانت يا ولدي بتبقى على ذا الحال كثير؟ ما يصير. لا يمه، الشريحة فيها عداد، قال لي إذا تميت أسبوع وما تنرفزت إلا مرتين بيشيلها. الله يشفيك ويعافيك، شد حيلك يا أمي علشان يشيل الشريحة بسرعة، ما أبي أشوفك متكهرب مرة ثانية. أبشري. يا دكتور شوف لي حل غير الشريحة، ما يصير كل يوم وأنا منصرع. أنا ممكن أتعاون معاك وأشيل لك الشريحة دي، بس بشرط. وشو؟ إن إحنا ننتقل للمرحلة الثالثة من العلاج مباشرة. موافق. المرحلة دي هتكلفك 100,000 ريال، بس ده حل نهائي. نهائي نهائي. نهائي نهائي. أكيد. أكيد. موافق. طب يلا بينا. يلا. يا ابو
ابو تلاتة سهر الليل يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة سهر الليل يا ابو تلاتة. يلا سلم اليد للي بعدك، احنا متفقين 3-0 تنتهي المباراة. يد ماني مسلم، يد ماني مسلم، قايلكم من اول يدكم خربانة، اليد خربانة، واستراحتكم ذي معلم طابة. طب وراك معصب؟ بالعكس المفروض تكون روحك رياضية، الفايز تقول له مبروك، والخسران تقول له هارد لك. لا تكلم كذا، لا تكلم كذا، لا تنرفزني. يا ابن الحلال هد ولا يا عيال؟ إلا. وش فيك سلامات؟ وش في ذا يا عيال؟ مريض. إلا. مريض. إلا. مريض. إلا. أشوى. اركب هديتي. احنا شباب البوم. ياه شباب البوم يا. المانيا المانيا استراليا ايطاليا كرواتيا امريكا الجنوبيه كذا. ايه هد هد انت وياه، خلونا نركز وين نروح يا جماعه. ترى المساله وجهه نظر. عطنا اقتراحك يا ابو وجهة نظر. اي انا اشوف 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 ان احنا نروح للمالديف. ورا ما نروح النمسا او سويسرا. لا 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 باي من اسمها فلوسها كثير. اهدى. طيب اقترح انت. نروح الاكوادور. انت عارف وين مكان هذه ولا قلتها كذا بس؟ اسمها رهيب كي تحس فيه كودره في الموضوع. لا يا شيخ يا عيال خلوا موضوعكم علي، انا عارف من اللي يدبركم. انا يا عيال اشوف موضوعكم سهالات، ما يجزي مني اقدر اسنعكم. تكفى يا الذيب، تكفى يا الذيب سنعنا. أول شيء لازم تروحون لهم دولة موضوع فيه تسهلات وما يطول. ما هو بطقة والحقة. مثلاً عندك دول الشنغن بأوروبا، هذه موضوع فيه يدبل تسبدك ويغثك تقعد شهرين ما أطلع عن جوازاتك. أوف شهرين؟ كذا انتهت الإجازة يا أبوي. هذا إيش زين لكم أنتم اللي ما خططتوا له من بدري. طيب وش الحل؟ نقرب ورقات البلوت ونكنسل السفر. مو بالي اللي تعوق معي. ما لكم إلا أسنعكم بسافر وحجوزات، بس بشرط. وشو؟ أبروح معكم. لا يا شيخ، الحين القطة يلا يلا تكفينا، تبي تروح معنا بعد؟ علشانك ودلعم أبضبطكم، بس جيبولي صحن شاورما عربي وازهل والباقي. كفو! وبتذا سنعتكم بأحلى سفر لمدة 10 أيام، 15,000 ريال تذاكر وسفر ومعيشة. يا أخي ما شاء الله تبارك الله على ذا الولد. وشلون كذا؟ ما قلت لكم يا عيال بيضبطنا؟ بالمناسبة هذه يحضر لك أحلى شاورما عربي. مشكور يا أبوي على هذه الخدمة اللي ما راح ننساها لك طول العمر طول الدهر. صالح كذا حجز وسفر طول العمر طول الدهر. صالح كذا حجز وسفر طول العمر طول الدهر. صالح كذا حجز وسفر. يا جماعة اسمحوا لي أنا ما أقدر أسافر معاكم لأنه جوازي منتهي. يا رجال ما دغينا عنك ولا طقنا لك خبر، حجزنا وقضينا. يا رب تخرب عليكم السفرة. طول العمر طول الدهر كفتة كذا ما في سفر. طول العمر طول الدهر كفتة كذا ما في سفر. هاي عيال أغراضكم كاملة؟ إيه كاملة وجاهزة يا ابن الحلال. شو فيك أنت؟ هلا حولت كاش ولا لا يا ياسر؟ أفطع عليك محولها خذ. لا 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 خلها معك، أنا معي فيزا أتعامل بالفيزا. شو فيك أنت؟ حبيبي ما توهقني، متفقين من يومنا في الرياض من القطة معك خذ. هد اللعب عيال، خلونا نطلب سيارة من التطبيق. أي تطبيق ابن الحلال؟ شرايحنا كلها سعودية ما فعلنا تجوال. أي والله إنك صادق، بعد شوي نشتري من شرايحهم، والحين خلونا نروح بتاكسي. أوكي أوكي. هاي ما تشوف أنت غبي. What's wrong man؟ هاي هاي اهدى 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 اهدى. We are sorry. سوري مين يا عمي خلي يروح ينقلع بس. وراك انت شفيك هو شابه ما شفت شلون طقني. هلو يو نيد تاكسي سير؟ يس بليز كم. يلا لو جينا يلا خلاص يا ابوي روح. يوه هذا وقت حمامي ابن الحلال، وانا ما سويتها في المطار. يا ابوي ما حطول دقيقه وحجي. اخلص لا تتاخر.
يا عيال الوضع جوع، دورونا على مطعم عربي. ابي مندي. شو ذا القروي؟ بطني ولا بطنك؟ يا ابن الحلال بطنك بس رز رز دجاج دجاج. يا اخي خلينا نغير نشوف شيء جديد. لا يا شيخ، تبين اروح مطاعمهم واكل خنزير؟ يا ابن الحلال ما حد قالك كل خنزير، عندهم اشياء ثانيه واكلات حلوه. يا جماعه فكونا من ذا النقاش، بعدين لاحقين على البلع. شوفوا لنا عبسي ذا اللي راح وتاخر ولا جاي للحين. خلاص انا بروح اجيبه واجي. Follow with your car from the airport to here. You yell it in disguise and call it him Ya Ghabi. Ana Ghabi. Ana. You think we don't understand Arabic? I am sorry, Sadiq. I am sorry. You are in my country. You should respect me. No? وين شكش؟ سم. وش اللي سم؟ وين شكش؟ ما ادري. يا ليل. شلون ما تدري؟ وين انتص؟ حسب جاكم. يا عيال. يا عيال ترى ما ينفع كذا، ما ينفع ابدا. مشينا كلنا ندوره. يلا يلا. لا لا انتم روحوا دوروه وانا بقعد في السيارة عند الشنط. لا لا لا، انا اقعد عند الشنط. انتم روحوا. وش ما راح يعني عنه بعد الله يهدي. انزل وشق لكن عنده اخويا ولا شيء. اكسكيوز مي. يس. ديد يو سي امان قلنا خشمه كذا. هذا نوز مفغوص كي ابسي هذا. يس اي سيم هيم. وير از هي؟ اي هاف سين ذا بوليس مان از تيكينج هيم فور ا بوليس ستيشن. واي؟ اي دونت نو. ثانك يو ثانك يو. بالله يا تركي فهد، والله ما كان قصدي، والله ما كان قصدي. كله ش اسكت اسكت، نكبتنا انت وجهك، خلني اتصرف. اص سوري يا قصر. Let me explain what happened. What happened is that's it. He didn't mean to harass her. He entered by mistake. We don't care about intentions. We only care about the law. And this calls for a ticket. And he should pay a penalty. Pay a penalty? Under which law is that? You could either pay or leave your friend here for the night. شفت؟ الحين بنطلعك من فلوس القطة. اوكي افس قول باي. حسبي الله ونعم الوكيل.
Excuse me, I found the reservation and there's a name for only one room. One room? How could this be? We booked two rooms. Every room, two single person. The reservation is confirmed for only one room, for both Shukush and Yasser. Can we book another room? There is no other room. The hotel is full. وش تقول ذي؟ أبد. تقول إنه ما في حجز إلا غرفة واحدة بس. أما عاد. للسبايك هذولا. إيه أسمع. أنا تعبان وأبغى أنام. ورجكم البايخة دي لا تدخلوني فيها. والغرفة هذه حرام فيها. واللي نكبنا ولد عمه يتصرف. هذا نظامك؟ بعدين وش دخلني أنا؟ اهدوا اهدوا يا جماعة، وش فيكم؟ ترانا في أوتيل، لا تفضحونا، فكونا من الهواش. أقول يا عامر، شوف، وش رايك لو نطلع أنا وياك ندور أوتيل ثاني، خلاص؟ وهم هذولي يسكنون في الفندق. أجل كذا أقدر أنا أقول أباخذ شنطتي بكبر راسي وبنام وبشبك على واي فاي الفندق، وأي شيء يصير معكم طمنونا على الواتساب. فمن الله. أبوك يا السحبة. I am sorry. أبوك يا الزلايف. رجال مرمطة. You again? Yes. What happened? Why are you out again? Because we have a problem in the hotel booking. Now? How? اف! وش ذا الريحة؟ ايش هذه الريحة؟ حمام في كذا الغرفة؟ أنا أول مرة أشوف غرفة ثلاثة في ثلاثة. يا ابن الحلال، أنت متأكد هذه الغرفة نفس اللي شفناها في الموقع؟ خلنا نلحق على العيال إن كانهم ما راحوا. يلا يلا. ياها وربي ما هانت علي الصحوبية أسيبكم. وش جابك يا السحبة أنت وياه؟ أفا يا عيال، يعني تهقونها مننا؟ نترك اخويانا يتمشون يدورون فنادق وننام؟ ايه هذا عشمنا فيكم. كفو كفو قطيب. الله يكب دكتور عمك. اقول فكونا من البربره حقتكم مضيعه الوقت، خلنا نشوف حل هالمشكله. Yes. Do you know an hotel has a plenty of rooms? I think it's a little bit hard now because we at high season and the hotels are busy and full. What is the solution? I think I can take you somewhere to find the available rooms, but the rate is gonna be too high for you guys. وش يقول ذا؟ يقول انه يعرف مكان بس انه غالي. يا ابن الحلال، اهم شيء ننام ونرتاح وبكره يصير خير. وهو صادق. كفو يا التكس الخبره. والله حبيت الادب يا انا. اوكي يلا يلا عيال مشينا. اوكي يلا. هلا بالعيال. دركسونات منا ومنا. The hotel you told us is far from here? No. We just almost there. Can you help me out, please? Yeah, sure. Thank you. Let's go. يا ليل، ما هو بوقته أبداً. قسم بالله يا همعوك سمعنا. وين ما نطقها عوجة. صح لسانك أبوي، قصيدة حلوة. بس إيش يعني معوكسة ده؟ أقول ما ودك تعضلك على شحمة، لا أصنك على إذنك. ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل على عيال بعض الناس. ايه وش تقصد؟ ترى ادري انك تقصدني، ما لها داعي، تفهم ولا لا؟ اقول ما ودك تسكت انت. هدوا هدوا الليل. اختي اوه
رجال واطين. وانت شغلتنا حبيته حبيته. حسبي الله ونعم الوكيل. الله لا يوفقه. عيني وابلع الخامس اذا فيك خير. عطني برشلونيا. هذه سابع مره ركك به. اذا شكوش رجع من السفر اخليه يدق راسك دق. مر على طار شكوش وش زينون عيال الحين؟ ما اعرف بس الى الحين ما نزلوا سنابات. اي تلقاه فالين والده والدينا شو كفي هات ومطاع ومشلي هات رزق. انت قد سافرت برا خارج المملكه زيهم؟ يا ليت والله اشمسيه ما تعديته. وكيف صار عندك خبره في الحجوزات؟ هذه خاله لي زهمت عليها كل يوم تروح ورجلها لمصر تزين عمليه تجميل تكميم الزبده انها تتسافر. قالت اولا يا صالح ضبطا بس ابشري وانا امع طلابته. معطته ابوه ومن موقع الموقع من موقع الموقع وصرت عقبه خبير حجوزات. يعني اذا بغيت اسافر اكلم خالتي عائشه. هذا استيمه يا ولي بس حسبت اني قاعد معك. ميغاري لك راقي دا تفير ماشي بلا خار شافي في تاكاية ترزق يا تغلاني شكرمتكي شكرمتكي شو مايمر شنا شنا كتت 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 ما شعديت كم بل بغور يرتبان خلقمك تكيدا شنا كاية ترزق يا تغلاني ستاينر ما يتغيان واتكني واتكني كتت ما تزيد تفيدان. وش السمات يا عيال؟ أنا خلاص أنا تعبت أبي أروح السعودية وربي تبعبلت أنا خلاص. يا شباب لا أحد يتكلم مع أحد. الثقة صارت 0%. خلونا نشوف لنا دبلة ونروح للسفارة. أنا جيت والله جابك. يا لب قلبك دبرنا يرحم والديك. جيت أنا من السماء من يوم ما سمعت الشيلات كذا رجعت من الحياة مع أني ما أحبه. مرحبا بو. تكفى يا ولد العم بزعلنا حنا زرفنا تكفى بزعلنا. What happened to you? What happened? شو السالفة؟ We are so sorry. We thought that you are an Arabic. Because you are listening to this song, Sheila. This flesh. Some tourists forgot this flesh here. وش يقول ذا؟ أبد يقول إنه واحد من السياح نسى عنده الفلاش ميموري هذا اللي فيه الشيلة دي. Listen, we have got nothing. We lost our money. Our passport been steal. Please help us. Okay, okay. Don't worry. You are safe now. I will take you to your embassy. وش يقول بعد؟ أبد يقول أنتم في أمان وأنه إحنا نثق فيه وأنه بيساعدنا. لا لا ساعدنا وشو؟ يلا يا عيال. Trust me, you are safe. طيارة طارت فوق يا بابا وفيها حبيبي. ها بشر يا مدير الجروب زبطت المزابيط. سنعتك بحلى سفرية. تقول وينك من مبطي؟ والله يا تبي تستانس. أركب الطيارة وذا والله حماس. شيخ شوف اسمع زبطتني حزبطها شاورما لرجل المهمة عربي دبل عليك أشكي بالمخلل. لا أركب بديتي حنا شباب.
اخي خاف الله فيا وخاف الله في ابوك المسكين الكبير في السن هذا، انت ما تفهم ولا ايش؟ قلنا حجر يعني تنطق في البيت. والله ما خلطت احد، بس عيال استراحه. وانا وش اضمن لي ان ما في واحد من ربعك بالاستراحه راح لاسبانيا ولا ايطاليا وفيها المرض هذا؟ اذكر الله يبا اذكر الله. لا سر الله قبل ما اشوف وجهك. العالم فوق تحت، امراض وكورونا وموت وحياه، وانت داخل طالع داخل طالع داخل طالع، وش تسوي؟ يلا راح اجيب خمس عجل. توك تقول لا تطلع ولا تدخل. اطلع للضروره. راح اجيب خمس وعجل لا تبطي. سمي يبا ابشر. مد يدك. اخر مره. مدها زي الناس. اخر مره والله ما عودها. اعرفك ما تسمع الكلام انت. كمان. خلاص. امي ايش فيك كتبتينا؟ اسكت بس ابغى برد قلبي من دي البكتيريا والفيروسات، ابغاها تموت. كيف انا اللي حموت؟ ايش فهمك؟ هذه خلطة، حبة سودا والبان وبخور جاوي، هذه استيتا مديتني الخلطة. يا مساء الخير يا باشا. ارجع اترك مسافه بيني وبينك، ارجع ورا. حاضر. كذا كفايه، التفت من هناك وانت تتكلم، لا تناظرني، لا تتنفس وجهي، التفت من هناك. حاضر. التفت ايه؟ هو حضرتك مرات اخويا علشان التفت؟ تنكت انت وجهك، سوي اللي اقولك عليه ولا اكثر. حاضر. حسابك 47 ريال. طيب ماشي، دول 50 يبقى لك 3 ريال. عد معايا. 1 2 3. اتفضل يا باشا. لا لا ما امسكها، حطها في جيبي. ها احطهم في جيبك ازاي؟ هو انا لعيب كرة سلة عشان احطهم في جيبك؟ حطها في جيبي لا اكثر. احطها في جيبك. حاضر اهو كده. حلو. حط الاكل وانجر. يلا خلاص ماشي، بس خلي بالك الشاورما دي انا اللي ماسكها بايدي. الله لا يوفقك. يقولون الله يكافينا الشر، هالمكرونة هذه إذا دخلت بالإنسان خلال 24 ساعة تقتل يموت. يا يبا اسمها كورونا مو مكرونة. بعدين جروب الواتساب ذا حق الشيبان لازم اشوف له حل. من وين تجيبون المعلومات؟ كل يوم نسمع عن حالات شفاء. مكتوب قدامي يقولون ان المره سبحان الله علاج لهالمرض واحده بواحده. انفاس هي يا يبا، هذا مرض غريب، علماء ومختبرات دوروا له علاج ما لقوا، والناس تقول مره. لا تصدق. اسكت بس خلنا نسمع الاخبار. ان اكثر وفيات مرضى الكورونا هم كبار السن. ابلش تزعل النعمة أنت ومزعجنا قبل ما تجي الاستراحة. أبي شاورما، أبي شاورما، طاقني الجوع. خلاص ما أبي شيء، انسدت نفسي. ياسر حبيبي كل عشان صحتك. أبعد عني، لا تلمسني، والله إن مدت يدك لكسرها. أبعد عني، أبعد. إيه فقي دامك موسوس كذا ليش تجي الاستراحة وخرب جونا؟ ترى أنا قاط زيي زيكم في الاستراحة، تبي نقعد في البيت ويطقني الوسواس؟ وخر وجهك عني، لا تناظرني ولا تنفس عندي. ود نفسك هناك، تنفس هناك. ان شفت وجهك قريب عندي صرتك ثاني مره. ابعد. واو
هلا عامر. هلا والله، يلا حيا. ايه سلام نظر يا حبيبي، مصافح ما فيه. قال عاد سلم بلا وسوسه. يا اخوي ما تسمع انت؟ السلام مصافح ممنوع، السلام نظر. ما يرضي من الرجاجيل الارضي يا عامر. لا يا شيخ، قلبتها مرجله وشعر. اقول العالم كله قالب كورونا وانت مسوي لي فيها. روح استراحتكم الله يستر عليك. وش ذا المرضى؟ هذه فوائد الحجر الصحي. العب وانت ساكت بس. يا ابوي الليل ما يجي كذا، الكيس ده يزحلق اليد. لا تتعذر يا مهزوم. سلامات يا عيال مكيسين اليدين، مرات بسيارة هي. ايه انا مكيسها، واللي بيفكها بكيس راسه، تسمعون ولا لا؟ يا عيال اسمعوا، يقولكم من اليوم وراح ما عاد بو زواجات. شلون ما عاد بو زواجات؟ يعني الواحد ما راح يتزوج؟ لا يعني ما عاد بو حفلات زواج ولا عزايم ولا عزا، اي تجمع ممنوع. هذا الصح، علشان يحدون من انتشار الوباء، عاد يحضر بيتزوج الحين يا عيال. لا سفر ولا قاعة افراح ولا شهر عسل، بياخذها من بيت ابوها وعلى طول بيروح لبيتهم. ايوه امي يا انا في الاستراحه. ابشري ابشري دحين جاي. مع السلامه يا جماعه، امي تبغاني في البيت تقول هيا ارجع. يا شين هيا عيال، ابوك المبزره. تخيل كذا تدق عليك امك قدام اخوياك تقول لهم مع السلامة يا عيال أنا بدزها للبيت. أنت ما تفهم ولا كيف؟ كم مرة أقول لك تترزع في البيت؟ قوم قدامي يلا. أنا بقول لك قوم قدامي. أنا إيش يضمني واحد فيهم ما يكون مريض ولا بيختلط مع ناس عندهم كورونا؟ لا لا أبشر، شوفي معنا معقم، معقمين كل شيء. سد حلقك، أنت في أحد كلمك؟ إن شاء الله. يلا قوم قدامي. سمي أبشر. يلا. يا كفتة كفتة. الله يعين عامر على ذا السعلوة. أعلمك ولا يعطيتك واحدة بين عيونك. أنا أستاذن. الله يحميك يا ولدي ويسعدك ويرضيك ويبعد عنك الأمراض وأولاد الحرام يا رب يا رب يحميك. واه شكوش؟ وهذا مين؟ يا مفتري، ثلاث ساعات انا رايحه وراجعه. قال ايه ادعي لك ربي يحميك ويسعدك وانت حاطط لي مخدات مكانك؟ ولا معقم ولا كمامات ولا قلفزات؟ ايش مخك هذا يا شكش؟ تبغى تدمرنا؟ حتجنني انت، حتجنني. هذا وشي اذا شفت باب البيت بعد اليوم. امي امي افتح الباب امي. اقول يا صويلح عمر، ما تخبر لي حلاق كذا كويس اقدر اضبطه كذا يجيني البيت؟ لا والله، واصلا ممنوع الموضوع ذا، عليه غرامات وعليه عقوبات. وش تبيبه انت؟ مو هو بشغلك يا اخوي. ابي حلاق، بحلق دقني، بحلق وجهي، بحلق شعري. شف ها ناظر، ترى عارف احلق انا، بس ها ب50 انقد. والله يا اخوي خذ 100، خلصني فكني. نعيم التركي، تبي شيء ثاني؟ الله يرحم والديك، انا ما راح انسى لك الوقفه ذي والفزعه طول عمري. سويلح عمر، هات المرايه، هات المرايه، خلينا نشوف ابداعك. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. وش ذا الوجه ذا؟ وجهي ولا مقفز بيريه؟ هذه الموضه. وش اللي سويته؟ تقول لي موضه بموضه؟ شل شل الشرب، فكني بسرعه. متأكد؟ ايه متأكد بسرعة، لا يجي احد. شيل الشرب شيل الشرب. عاد خشك. الله يوفقك الله يوفقك. شيل زين وقتي. ايه بعد من مين 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 مين. ايوه ايوه خش 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 خش. ايوه شوي ايوه حلوين.
حلوين. مونتاج. الحقيقة يا عمي أنا جايك وبدخل في الموضوع يعني على طول، أنا طالب القرب منك وكل فخر أطلب يد بنتك. يا هلا والله ومرحبا، حي الله ولادك خيي، الله يغفر له. بس تبي صدق عاد، من شاف حلاقك عز الله حتى الشغالة ما تبي تتزوجك ولا تبي تشوفك بعد، ولكن تدري حياك الله. أجل الحمد لله، مدامك موافق أنا عجل ويا ليت لو نخلص. صدقت يا ولادي خيي، خير البري عاجله. بس وشلون نرتب الموضوع الزواج؟ انا لو علي اسوي لها عرس وزواج يسمع عنه الشرق والغرب، واجيب لها ماجد المهندس وبلقيس واحلام ومحمد عبده، كل شيء اجيبه، واسوي لها شهر عسل في كل مكان. بس كورونا 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 يا عمي، يا ليت لو نكتفي بالمهر وناخذ البنت ونخلص. ايش رايك؟ أثريك مخطط وتبيها سهلات على ما قالوا، دقيقة واحدة. أقرب يا ولد خيي، شف بما أن الموضوع كورونا وما كورونا ولقيت عذر عليك التالي، هنا تحط المهر وهنا طول عمرك تحط مصاريف الزواج وهنا تحط مصاريف السفر، وبما أنك لا تستطيع السفر ولا تستطيع حفل الزواج عليك بدفع المبلغ كامل وكاش 250,000 ريال. وش رأيك؟ طلعتها مني يا حسافة الحلاقة. بس شوف الباب بطلع. الله يحفظك. واخري يا ولد على الباب، ولد خيب يطلع. تفضل. عموري ايش اكثر موقف محرج صار في حياتك؟ على اساس فاتح موضوع يعني؟ ايوه. طيب طفش، ما في مواضيع نتكلم فيها. ما بقى الا تقولي لي وشكلتك المفضله. عادي، ايش المشكله؟ المهم اننا نتكلم، هذه من ايجابيات الحجر المنزلي. بعدين يعني انا اتوقع اخر مره تكلمنا فيها كانت في شهر العسل، ووقتها كنت اسولف تسليك كذا علشان ما تلاحظين اني ما اعرف اكل بالشوكه. اوكي، يعني بتصرفني حاجه زي كذا. عامر سمي بو. عامر يا عامر ابى اروح لابوي. اوكي طيب يا عامر. التمر زين على اسم التمر. دائما كذا، انت ما عندك اسلوب. سمي بو عامرني. ابو صالح جارنا اتصل فيني بالتلفون يقول ودي اجي اتقهوى انا وياك، روح افتح له الباب خليه يجي. هماك تقول لا تطلع ولا تروح ولا تخالط احد، الحين تبي تجيب خويك عندنا بالبيت؟ ابو صالح ما فيه مكرونه ولا في خير، متاكدين؟ روح افتح له الباب خليه يدخل المجلس. ابشر ابشر، خلاص انا اضبطك. ابو صالح اهلا. حيا الله السلام نظر. شلونك عساك طيب؟ وش رايك تخاويني يوم الله جابك لابو عامر؟ انت قهوه عنده؟ يا ابو صالح الله يساك خير، خفوا من التجمعات، خفوا من الراحات والجيات. صدقت صدقت، بس انا وابو عامر ماخذين احتياطاتنا، لا نجتمع مع احد ولا نختلط بحد، وهذا ما يمنع ان نجلس مع بعض ونتقهوى في نجيل شاي. الله يحفظنا ويحفظكم، انتبهوا على انفسكم، انتبهوا على عيالكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا ابو صالح احنا في وقت عصيب، الله يعدي على خير. صدقت صدقت طال عمرك، الله يجزاك خير. الله يجزاك. زين فما الله فما الله. الله يسلمك يا ابو عامر. طيب طيب طيب. السلام عليكم.
الوالد موجود؟ موجود موجود. سافرت خارج المملكة خلال ذا الشهر؟ لا والله ما تعديت الخرج. تحس انك مرهق؟ فيك حرارة شيء؟ لا حرارة لا، بس اني مسوين عملية في العمود الفقري الفقرة الثالثة، والدكتور يقول لا شيء شيء ثقيل. ايه ممتازة. جايب فنجالك معك؟ ايه نعم. اسمع، الحين تدخل تقعد بالزاوية بعيد عن ابوي، اوكي؟ ان شاء الله ان شاء الله. اصبر، خذ هذه معك، البس الكمامة والقفاز. ان شاء الله. يلا. السلام عليكم. عليكم السلام يا حي الله ابو عامر. وش هيك؟ استوري انا وياك تردي الحين، وش هيك خفت؟ والله خذينا وياك بس. يلا حق. لا خليك عندك، خليك عندك. خلك بعيد، حبك يزيد. الا قل لي وش هو لك صالح؟ ابشرك الحمد لله بخير. كنت قلقان عليه يوم انه في اوروبا، لكن يوم جا الرياض تطمنت عليه. عاشهم عندك بالبيت؟ لا وين البيت؟ ودوه للحجر الصحي. ارقد وامن تطمن. ما دامه بالحجر الصحي والله انه واحرص منا على عيالنا. صحيح صحيح. ما ابوه ذا وش زين؟ مسوي فيها مسيه يا شباب، بالله اهجدوا شوي، خلونا نركز في المحاضره. اخوي انت بالايام العاديه راح تداوم، والحين يا معلق اول دراسه صامت تحضر كل المحاضرات. انا لو دراستي اونلاين كان اخذت الاول على الدفعه، بس اللي معجزني زحمه الطريق وسواقه الصبح. اؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الارض الطيبه من دواء وغذاء واحتياجات معيشية. الله يحفظك ويرعاك ويعزك ولا يعز عليك مثل ما عزيتنا. آمين يا رب العالمين. عامر سمي يا شيخ. وين انت رايح؟ الله يصلحك. أبد طال عمرك، طفشت بالبيت قلت بتمشى شوي. تتمشى؟ ما تدري انه ممنوع إلا للضرورة. وانت وين رايح يا شيخ؟ أنا بروح المسجد أذن. بيطول هالوضع يا شيخ. احنا في غمة، اسال الله ان يكشفها. الرسول اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه، تعوذ من الجنون والبرص والجذام وسيء الاسقام. الله يعين، الله يعين يا شيخ. من اول الناس اذا قعدت في بيوتها يومين ولا ثلاثه ما راحت لا كافي ولا مطعم، اطفشت وقالوا ملينا وزهقنا، لانهم عايشين في رخاء. ما ادري انهم عايشين في نعيم لا يقدر بثمن، إلين جاء الفيروس اللي ما ينشاف بالعين وحبس الناس في بيوتها. يا عامر، الشدايد تعلم العبر والدروس. الله يكفينا ويكفيكم الشر ويفرج همنا. آمين. جزاك الله خير يا شيخ. رح لبيتكم يا ولدي، رح لبيتكم. أبشر. لا إله إلا الله، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، آمنت بالله وعليه توكلت، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يتقبل منك يا عمي. الله يقبل الجميع بنيتي. والله أنني عرفت نفسي، عمري ما تركت الصلاة بالمسجد، الحمد لله رب العالمين. هاي لا. ايه يا عامر،
لو لحقت ايام جدك الشيخ عامر ترى ما صدق عيوني كان شيخ قوم وش رجالهم ذاك الوقت وما دخل معركة الا وهزم فيها كل العدد. وش عندك يا عامر في ذا؟ أناظر صورة جدي عامر، تدري شو منيتي يبا؟ خير؟ أني لو عشت حياته أبى أشوف بطولاته وشجاعته. جدك عامر ما توصل مواصيله، جدك عامر فارس وشجاع من أجل جماعته. لا تتحرك خليك ثابت. يلا بابا سوي تنظيف. لا بعدين بعدين انا مشغول الحين بعدين سوي تنظيف. اوكي جاهز الكفتة ترى ببدا الحين. ها يلا يس يس وو كفتة. الله الله على زمن أول، زمن الطيبين، زمن المرجلة، ما هو بزي الحين. يا أخي تراك أزعجتنا، صجيت شلخت روسنا في ذا النجل. إيش اللي زمن طيبين زمن؟ خلاص زمن الطيبين راح، الحين أنت بأطيب زمن. لا يا شيخ، والكورونا اللي لعبه في العالم. شف هذا المنفاخ أثري شريب 200 ريال ما تلقاه بهالوقت، أنتيكا. يس يس يا عيال نجحت تجربتي. يس أي تجربة؟ تجربة السفر عبر الزمن، يعني تقدرون تسافرون وتروحون أي زمان وأي مكان تبونه. أبوك الفلة أبوك الفلة، وش فيك نخلص من هذا ونجرع تجي أنت تقول لي زمان وما زمان؟ أقول شغل مبزرة وكلام فاضي ما أنثب أقعد أنت وياه. يا أبوي أنت إيش خسران؟ خلنا نجرب. شكو الصادق انا جربتها بنفسي والله تجربه حلوه. يا عيال وش تنتظرون؟ يلا مشينا دزوها. هيا هيا. النظام فيه وحدتين، وحده تحديد الزمان ووحده الانتقال، بس لازم احد فيكم يقعد هنا عشان يشغل النظام. مو انت تعرف له؟ اقعد عنده. لا معليش ابي اروح معكم. اجل خلاص كفته مو بنت رحت؟ ياوا اجل خلاص اقعد انت. لا لا ابغى اجي معاكم. وين تروح؟ في اي مكان. اقول انقلع انقلع اقعد اقعد. شوف شوف ذراع الزمن قدمه بشوي شوي لين يوصل اخر شيء. حلو صح صح ياوا. بعدين اضغط انتر. خلاص صح صح. تعال تعال بسرعه. استعدوا يا جماعه. وراه يبحث ذا؟ ما أدري والله. حقك الجهاز؟ إيه حقي. ما شاء الله عليك كويس.
يويو عيال وين احنا فيه؟ اتحداك الزمن البطل، هذا اللي انا بيه. ها ايش جابك؟ طولتوا يا جماعه، قلت الحقكم. وش اللي طولنا؟ ما يودينا الحين ويرجعنا. ما هو؟ ياسر تكفى جيب لنا الحل. يا عيال تكفون، اسكتوا شوي خلوني افكر. يا عيال مو بوقتكم الحين، خلونا نستكشف المكان وفي الامه هنا. دزناها يا عيال. وش المكان الغريب اللي احنا فيه؟ وش مكان غريب انت ودك؟ انا متاكد ذي ديرتنا. يا امي والله اني خايف يا جماعه. لا تخافون يا عيال، خلونا نروح لهم. امشوا. القم خزوني يا رجل، القم خزوني يا رجل، دخلوا الحريم والورعان وعطوني البلد بسرعه. الحنشل الحنشل يا ورعان، الحنشل يا حريم. عطوا البلد. الحنشل 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 الحنشل، ارواح ارواح ارواح. هلا والله بزمن الطيبين، هلا والله بزمن الطيبين. عجيب والله. وش شابكم المضاربنا ها؟ يا عيال يتكلمون زينا. من انتم ها؟ انا عامر وهذول يا اخوياي وهذاك جدي اللي يقول عجيب والله. هي يا شيخ هذول عيون الحنشل. لا والله ما احنا بحنشل، احنا ما جينا الا نبي الخير، وجينا عن طريق الجهاز حق ياسر. حنشل؟ هجل يا الرجاجيل، خذوا الحنشل ضاره وحطوهم في خيمة صيتة وربطوهم وخلوا عليهم اثنين من الرجال يحرسونهم زي ما قال الشيخ. جدي جدي أنا ولد أبوي صدق. بكل علم ويش الشيخ جالب لنا 5 رجال مدخلهم الخيمة، شكلهم حنشلين جديدي. يحقبون بكلهم ما يأخذون قسمي وراسي يشم الهواء. أجل تبيني أعلمك؟ لا تأجل غزوك الليلة هالليلة، نغزاهم وناخذ حلالهم. أي والله بغزاهم، أبا غزاهم وبدكم وسط خيمتهم مشانك. يحيى يجي اشرب حمريت. هذه اخرتها، هذه اخرتها، جايبنا من تقول لي من زمن زمن وزمن الطيبين زمن الطيبين. يلا ذق ذق ومرقه عظم. لا تهايط، الجود من الموجود، لو عندهم غيره كان عطونا. يا ابن الحلال ما دامنا وصلنا زمانهم خلينا نشوف ايش عندهم. ليش ما حلفت لنا من العنزه؟ يا خالة العظم هذا ما يمشي، نبغاك تحلبي لنا من الشيء اللي اسمه عنزة برا. اي تكفين نبي من العنزة. والله يا وليدي الحنشل ما خلوا لنا شيء، سرقوا حلالنا كله وما بقى لنا الا هالعنز، نحلب حليبها ونشربه هالبزران. يا صيته سم، انت وش تبين بهم جالس تسمعهم؟ لا تعطينهم وجه،
وانتم يا حراس ربطوا الرجال ربطهم زين لا ينحش منهم احد. انا اقول يا شيخ الرجال اللي احنا طرحناهم ما لهم الا من اذا تسيهم ذته، وش نرحمهم له؟ هذولي ما يرحمون يا شيخ، وش نذبحهم؟ انا اقول يا شيخ عندي راي، هل نحطهم رعيان نستفيد منهم. حلو كاد يا الربيع، الحين صرنا مكشوفين الا الحنشل، نبي نشد شرق حفاظا على عيالنا وحلالنا. الله الله، اقول يا محماس ابشر يا شيخ، روح للشيخ اللي حنا بديلته وقل له ترانا هاليومين شديد. حال حيضا حال كفو كفو والله. البشاره يا شيخ البشاره، جيتك البشاره، طرحنا ذعار. وين هو فيه؟ تفضل معي يا شيخ الخيمه الصيته. يلا يا ربيع يلا يلا يا رجال، ما دام مسكنا المجرم باكر نبي نقص رقبته وقدام الجميع. دخيلك يا شيخ دخيلك دخيلك، والله اني بري يا شيخ والله اني بري. تكفى سامحني سامحني يا شيخ سامحني هالمره. اقول اسكت ولا كلمه. استاهل. كيف كذا على طول قصوا؟ ما عندهم تحقيق؟ شرطة محكمة؟ ما عندهم لا شرطة ولا محكمة. الله يحكمك يا شيخ الله يحكمك. هذا 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 وجه البلاء هذا الله يحكمه. انتوا آلتك هذه حقت الزمن يا اخوي، ما لقيت تجيبنا الزمن الذبع والمذابح والذبيع، ولا ذا الشيخ الفاهي حقه وماذا يقرر يذبحنا. اسمعوني زين يا رجال، نبى نتغفلهم وندخل دخلة رجال واحد. اقول يا عيال هذا وقت النحشة. شوف شوف شو يقول يا عيال، صاحي انت وش وش نحشة تشق ذلبر بالليل؟ مو بالحين مو بالحين، الحين اكيد القبيلة نايمين وهذولي الاثنين بيريحون، هم قاعدين طول اليوم كذا، صح ولا لا؟ اباكم تثورون فيهم كلهم، وانت اباك تقش الحلال كله على خشمي. على الشحن يلا يا رجل ثوروا ثوروا. شباب ما الساعد انا اخو شاخه، جانا الحنشل جانا الحنشل انا الحريم ضبوا عيالكم ضبوا عيالكم ضبوا عيالكم. يلا عيال هذا وقتها، فكوا عبالكم. والله أنا مسكين، والله ما عندي شيء، والله ما عندي شيء أبد، الله يخليك، والله ما عندي شيء. وش ذا يا جدي؟ وين اللي يقولون شجاع ويخافون من القبائل؟ أخرتها كذا؟ أتحداك سلقة أدرك مني. أوفا. نعم. دقية! عطني دقية يا أخي. وين مات؟ وين مات يا رجلي؟ كثروا فيه! ارمي ارمي عشان! انحش! 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 امتي هاجي لنا هاجت ولدي عمفو طيري حور. لو سمحت ما عندك رابح؟ وشو رابح؟ طب حنا الغريب. اقول يا هلا يا هلا ومرحبا، يا هلا والله بالضيوف، هلا والله بالبطل عامر، هلا والله بربعه، يا هلا بضيوفنا يا ولد. سب صب القهوه للضيوف صب. اي يلا الضيوف اول. ها سب سبت
مبروك يا شيخ ردت الحنشل عزلها نهاية رجة صدورنا يا مناحي. لولا الله ثمنا عامر وربعه ثم ردينا العدو، لكن هالحين هم ضيوفي ومحلهم بعد. الله يحييهم على العين والراس يا شيخ. يا عامر سم، ما هو بنت سم، اذبح والعنز وعشوا فيها الضيوف. ابشر طال عمرك ابشر. يا شيخ برجس انا طالبك انك ما تردني العنز، خلها للاطفال يشربون من حليبها. تم. أقول يا عم عامر سم، ما عندكم دورات مياه هنا؟ مياه؟ وش هنا المياه؟ أكرمك الله حمامات كذا بقضي حاجتي. راح للبر على الرطول، راح أقضي حاجك هناك. أوف خلاص راح أنت. تدري إنك تقرب لي؟ ها؟ أتكلم جد. أنت وليدي شكلك عليك قل صحة. أنت جدي، حتى بالأمارية أبوي بالبيت يقول عجيب والله، حتى أسأل العيال صح ولا لا؟ صحيح عجيب والله. هذه أبكر حقو أبكر حقو الحاشر أخذوا خويكم خوينا. إيه هالحين أخذوا. ها؟ وش السوات الحين؟ أقول وش السالفة؟ خوينا الخطف يا عامر. تب رح معهم وقص الأثر. الصبح ربح الله يبارك فيك. الله لا يحيي هالوجه. اتبعني الحين ارفض راسك بطلقه وخلي راسك يقطع جنبك. والله ما اقول ايش. الحين علمني انت والهلايم اللي معك حتى جايين للقبيله علشان تساعدونهم. والله ما لي دخل، ما لي دخل كل من هذا المهايط يا عامل، ما لي دخل انا. الحين ابغاك تربط فم هذا ابغاك تربط فمه وتحطونه هناك. احنا رجالنا بنصفي روسنا، نبي نرقد ونعيم من الله خير من البارح ما لقنا النوم ولما صحينا. انت والله اللي بيني وبينك كلام، لكن هين شنو يا رجال شنو؟ تكوى يا زين. قم يا رخمه قم الله يرحم والديك. قم يا رخمه. الله لا يوفقك يا عامر. عقب فمك لا تفتح اذا ما حط السكتون في فمك. عقب وقف عندك اتوياه وقف. عقب قال انت بتفتكونه. لا والله لقيتوا برجولكم، لا والله لقيتوا حقي وباخذه، وانتم جيتوا عندي ليا. قم انت قم. يلا خذوهم يا رجال، خذوهم ودهم هناك. سيف عطر العود عطلها العود اللي لابد هناك، خليه يجي. امشي قدام انت وياه، امشي رحم الله الوجيه. انت شو اسمك يا ولد؟ عامر وش عندك انت والوجيه البارده ذي هنيا؟ اقول اهرج بيبتي يا رجل اهرج. اسف ايش عندك هنا انت وخوياك؟ ايش عندك؟ احنا ضيوف الشيخ. ابشر والله بالضيف اللي تطيب راسك. الحين ابى انفضك بطلقه وابىك تسلم لي على الشيخ السلام الكبير. ويلي وينه؟ شكلهم جند. كل علم ايش راح يجي؟ كل علم ابقى رب الاختفى هذول. اقول ولد انا ايش؟ هلا صالح، إيه بالاستراحة، تجيب حالة معك. يلا مع السلامة.
وش اللي بيدك؟ هذا جوال تكلم فيه الواحد من بعيد. ما خلوا شيء. يا عم لازم نرجعك بجهاز الزمن، هذا لا هو زمانك ولا هو بمكانك. وصادق. ماني برايح. أبقعد عندكم. براد وفلاه وناسه. لا وابي جوال بعد. عامل وينك يومين ما جيت البيت؟ عجيب والله، عجيب والله. اركب بديتك.